بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه دائم دينا ما بعد. سعدت اليوم أن ألتقي بالكابتن علي المقبالي. كابتن علي، أريد أسأل عن تجاربك في المشي القبلي. أولا شكرا دكتور عبد الله، وسعيد أنا بهذا اللقاء. طبعا الله يحفظك، بارك الله فيك. بالنسبة للهايك أو أنا طبعا بديت هذه الهواية من تقريبا 8 سنوات. ما شاء الله. كنت أمشي الله، يعني كان أنا لي أخ يعني هو يحب أيضا المسارات والجبل والأمور هذه، وزادني شغف أن أشوف يعني يعني إيش اللي يميز الهايك أو اللي يميز المسارات. أنا بديت في المسارات العادية اللي هي كيلو كيلوين. بديت أشترك عاد في فريق، كان فريق أيضا مجموعة من الزملاء اشتركنا في فريق. أسستوا عندكم يعني فريق؟ أسسنا كان فريق المغامرون. إيه ما شاء الله. فريق المغامرون أسسنا كفريق تطوعي. جميل. لكن على أساس أن هذا الفريق أكثر متواجدين في محافظة مسقط، أنا في من الرساق، كان من الصعوبة أن دائما نلتقي. لكن أنا وجدت أن فرق كثيرة موجودة في أنحاء السلطنة. بدل ما أشترك في عضوية بدأت أدخل في عضويات أكثر من فريق. ما شاء الله. جميل. عساس يكون لما يكون الوقت المناسب لي في بعض المسارات أشارك فيها. جميل. أشارك في المسارات. تجربة معينة، قصة معينة. قصة معينة طبعا. ما زالت عالقة في الذاكرة. قصة معينة طبعا شاركنا، وأفضل مسار شاركنا اللي هو اسمه مسار الأجيال. الأجيال أو الأجداد القديمة. جميل. مسار في حدود 60 كيلو. 60 كيلو ما شاء الله. من الإبرة إلى دمى والطائيين. ما شاء الله. وخيمت في الطريق. خيمنا نص يوم في الطريق. هو كلها احنا خضيناها يوم أصلا. لكن الله. بعضهم لا، قال احنا نفضل أن نرتاح. لكن احنا واصلنا. طبعا معانا حمير ودواب هذا والناس اللي هم حابين مشوا. كان هذا من أفضل التجارب، لأنه في المسار هذا مسار الأجداد كانوا اكتشفنا كيف وين يجلسوا. وين اللي طبعا هو هذا بين الشرق وكم بين بين إبرة وبين وبين دمى والطائيين، على أساس تنقلوا أيضا دمى والطائيين إلى مسقط. ما شاء الله. ثم هذا على أساس موضوع التجارة وما تجارة ونقل البسور ما بسور اللي يمول الأمور هذه، اكتشفنا فعلا مسار جميل. وهذا إحنا نتمنى من الفرق أن وجدوا مسارات تراثية. جميل. قدر ما يكون مسارات ترفيه، لا مسارات تراثية، عشان هذا اللي هم الأبناء اللي هم من بعدنا يكون يعرفوا أن فعلا الأقدماء اللوليين فعلا عانوا من بعض المسارات. وإحنا نتمنى من بعض الجهات اللي هي المعنية أيضا تهتم بهذه المسارات، يكون نخليها إذا مسارات عالمية. هذا جميل. هو اللي أنا أطمح فيه. وهذه هي أخرى أيضا ما زالت عالقة بالذاكرة، مشاركة معينة، مواقف كانت في موقف معين في نفس الشيء في جبل شمس. كان ما شاء لا الله. في ما في جبل شمس، في جبل الأخضر. كان مسار احنا تهنا في المسار. ما شاء الله. وطبعا كان المسار الى من كنا احنا افضل ان يفترض احنا نروح الى شرفة وكان يسميوها. نعم. الجهة احنا بدل ما نروح الوكان احنا رحنا الى مناخر. ما شاء الله. طبعا ضيعنا الطريق هناك. وكان ما عندنا الزاد. نعم. طبعا احنا تورطنا وحل حل علينا الظلام وحل علينا. لكن عاد احنا من خلال النجوم والقمر استدلينا بالنجوم والقمر، لان في واحد يعرف هذا. جميل. وعاد رجعنا الى سحقطنا والمكان تخيمنا. هذه من كانت من اصعب المسارات. وكان خلص علينا الماي. وهذا انا نصيحته ان الواحد لازم لما يكون يذهب مسار ما معروف لازم يكون دليل معه. جميل. هذه نصيحه اخويه وموقف احنا حصلنا يعني. جميل. وايضا في موقف اخر احنا كنا في الربع الخالي ايضا. ما شاء الله. ايضا تشارك مسارات بالسيارات الصحراويه في الربع الخالي ايضا. تهنا في المسار هذا وجلسنا تقريبا يوم ونص احنا ما عارفين لا الشرق ولا الغرب. نعم. أيوة. سبحان لذلك احنا لان كان بداياتنا وكان بدون دليل. اتمنى يعني مثل هذه المسارات اللي هي ما فيها معالم وما فيها شيء يكون يأخذ الدليل. ما الذي تحتاج اليه المسارات برايك الان؟ الان بدت فرق ما شاء الله تجري يعني رحلات في المشي القبلي، فوجهة نظرك ما الذي تحتاج إليه هذه المسارات؟ تحتاج هذه داعمين من جهات الخاصة. يعني يدعموا الفرق، لأن في فرق بس باجتهادات شخصية ما عندهم. وهم يعني أنا أعرف في السلطنة أكثر من فريق ما عنده داعم وما عنده ومش فريق تجاري. لا هو فريق تطوعي. وما عنده معتمد على المساهمات اللي هم بيشاركوا. أنا أتمنى يكون في جهات تدعمهم. وزارة الرياضة والشباب والثقافة أيضا تكون داعم لهذه المسارات، لأن أصبحت هذه أنا قرأت عن مسارات في سويسرا في فرنسا
يعني دخل للحكومة. ما شاء الله. أنا أتمنى يكون هذه المسارات أيضا تعتمد رسميا ويكون دخل أيضا للسواح. نعم. لأن أنا شفت معظم لما أنا عندي زملاء وعندي أصدقاء سواء من دول الخليج ومن دول شقيقة أيضا عربية وحتى أوروبية من خلال تواصلنا في بعض المنصات يسألون عن المسارات هذه. جميل. والمسارات هذه يقول لك إحنا نتمنى نزيع عمان لأن فيها تعدد تضاريس. إيه صدقت. تعدد تضاريس بين الجبال بين السهل بين الرمل بين البحر. نادرا ما نجدها في بعض الدول اللي هي العربية. هم يتمنوا يجي عمان لأن أيضا هم يبيعوا أيضا التراث اللي هي القلاع والأفلاك. إحنا هذه قل ما نجدها في دول يكاد العالم أن فيها تعدد سياحة. نعم. بين الآثار بين الطبيعة بين الجبال بين البحر بين الرمل. هذه من يعني يكاد إحنا يفترض هذه يعني النموذج في العالم. نعم. بما تحتويها من مكونات السياحة العالمية إحنا نقول. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سعيد باللقاء معك. بارك الله فيك. الله يحفظك.